سلام، كيف الحال؟ يا رب انكم بأتم صحة وعافية، عدنا والعود أجمل. أول حاجة حاب أعتذر، مو بعشان التأخير، نو، حاب أعتذر أن الدرس الماضي ما كان فيه تعليقات، مو بأنا اللي مقفلها والله، بس عشان مستخدم فيديو والفيديو هذا فيه أطفال، بالتالي نظام اليوتيوب قفل علينا التعليقات، فأنا أعتذر بالنيابة عنه. درس اليوم كما شفت في العنوان، كيف تمارس لغتك الإنجليزية بأسهل المعطيات اللي عندك، بأرخص شيء عندك، فقط كل اللي تحتاجه جوال، راح تقدر إنك تمارس لغتك الإنجليزية. أعتقد بالطريقة هذه من اليوم ورايح ما حد عنده عذر ويقول أنا ما عندي أحد أمارس معاه المحادثات. فوش رأيكم؟ Let's get this party started. هنمشي بإذن الله تعالى على 4 خطوات، ركز معي في هذه الخطوات لأنها راح تفيدك وقد تكون هي السبب أنك تنطلق بعد الله في لغتك الإنجليزية. أول خطوة أنك تكتب محادثة قصيرة. والله أنا ما أعرف أكتب محادثات، افتح عم جوجل واكتب محادثة قصيرة وراح يعطيك وانت نقي زي ما تبغى. ثاني خطوة تتأكد أن سبيتش أو التحدث مفتوح في جوالك. طبعا أنا أتكلم عن الآيفون. بالنسبة للأندرويد والله ما أعرف هل هذه الطريقة موجودة، هل فيه ما فيه ما أعرف. أصحاب الأندرويد مشيتوا معي في الخطوات هذه تكفون، فيدوا الشباب والبنات أخوانكم وخواتكم لو هذه الطريقة موجودة عندكم. خطوة ثالثة إنك تحدد النص بالكامل. بعد ما حددت النص speak بالإنجليزي، وإذا جوالك بالعربي راح يظهر لك تحدث، تضغط. إذا ضغطتها وش راح يصير؟ راح تقرأ سير النص اللي موجود أمامها بالكامل. فإحنا في الحالة هذا دخلنا القسم الرابع وهو التطبيق. لكن أعيد أكرر، بالنسبة للخطوات مهمة جدا أنك تسويها وتتأكد منها. الخطوات هذه مجانا، فأعتقد enough to chat and let's roll it. تعالوا مع بعض نطبق ونشوف. بسم الله، هذا جوالي. طيب. Oh, you are here? Yeah, what's up? Nothing, I just missed you. Oh, really? Is that what we do now? Do you think I was born yesterday? Sorry, I didn't mean to insult your intelligence. Too late for that. How can I make it up for you? Look, just stay away from me, alright? وبس خلصنا حبايب قلبي. لكن هل تتوقع إني راح أخليك من غير ما أفيدك زيادة؟ No, ما هو بتحفيز. أبيك تنزل تحت. ما راح أقول لك سوي لايك وسبسكرايب وهذا الكلام. No, هذا خالصين منا، احنا اخوان اليوم ندعم بعض. تحت الفيديو راح تحصل 3 محادثات تقدر تاخذها وتستفيد منها بنفس الطريقة. جرب، اغلط، جيب العيد، انت عاد اختار. والله انا رايح كوفي ابحث عن محادثة في كوفي وثم نطبق مع سيري بنفس الطريقة. والله رايح مطعم، والله مسافر، اطبق. اهم شيء التطبيق ثم التطبيق ثم التطبيق عشان تقدر توصل وتصير مبدع. اللي راح أقول الحين سبق وقلته في السناب شات وأيضا في الإنستغرام. قلت how much does it cost؟ كم تكلفك to believe in yourself؟ عشان تؤمن في نفسك كم التكلفة؟ لو الإنسان فكر فيها وتفكر بيعرف إنه ما يحتاج يصرف ولا شيء. زلطك في جيبك حبيب قلبي، ما راح تصرف ولا شيء. إنك تؤمن في نفسك وتؤمن في قدراتك وتؤمن إنك أنت تقدر. الإيمان بالنفس إنك أنت تقول لنفسك yes you can no matter what. نعم أقدر مهما كانت الظروف صعبة. نعم أقدر مهما كانت الظروف صعبة وقاسية. yes I can. نعم أقدر رغم الانتقادات، رغم الكلام الجارح، رغم السلبيات اللي حولي والناس السلبيين. نعم أقدر. نعم أقدر. اللي مخلي فلان أو علان مبدع في مجاله هو الإيمان بالنفس. أؤمن في نفسك راح تحصل نفسك مهما العالم انتقدوك ما يأثر فيك. ليش؟ لأنك واثق الخطوة، لأنك مؤمن في نفسك، لأنك تعرف إنك مردك توصل، تعرف إنها في النهاية it will pay off. في النهاية راح تجني ثمارها. فأتمنى من صميم قلبي إنك تجني ثمار ما تزرعه. بالتوفيق للجميع. سامو لارم بيبي. صلوت بيبي.